ما زلنا مع النادي الاهلي. شركه امستردام كلينيك الهولنديه نظمت محاضره كده مع اعضاء النادي الاهلي في فرع التجمع الخامس، في حضور طبعا كابتن رؤوف عبد القادر مدير مشروع البطل الاولمبي ودكتور محمد زغلول رئيس مجلس اداره المجموعه لتفعيل مشروع النادي في اكتشاف واعداد المواهب وتنميتها. طبعا الشركه دي حرصت على تعريف اعضاء النادي الاهلي بدور الشركه في تنميه وقدرات مهارات الاطفال. هي ليها ادوار كتير قوي الشركه دي، هنعرف مع بعض تفاصيلها دلوقتي عن طريق القياسات والبرامج اللي هم بيعملوها لتحسين الاداء. ودي كلمه تحسين الاداء دي مش معناها ان حد عنده مشكله ولا حاجه، لا، هم بيعملوا اختبارات كده بيشوفوا. طبعا دي بتبقى تحت خبراء هولنديين اللي بيعملوها، وشهدت الفتره الماضيه دي الاتفاق على تفاصيل خاصه بالمشروع اللي هو هيبقى برعايه مباشره من جانب السفاره الهولنديه في مصر بالمناسبه يعني. وانطلاقته كانت في النادي الاهلي، ده نظرا لمكانه النادي الاهلي وشعبيته اللي بتعول عليه السفاره في نجاح التجربه في مصر. وبعدها سيتم اطلاق المشروع في الشرق الاوسط وافريقيا. وطبعا المشروع ده اساسه تكوين قاعده ضخمه من الرياضيين من خلال اكتشاف المواهب وتحسين الاداء الرياضي، والعمل على الاستفاده من التجربه الاوروبيه بشكل عام والهولنديه بشكل خاص. وطبعا تجربه هولندا نموذج مميز جدا في اكتشاف المواهب وتطويرها، خاصه مع تحقيق مراكز متقدمه في الدورات الاولمبيه، وحققت نجاحات كبيره جدا على صعيد البطولات والميداليات بعد ما حققت منتخب هولندا. ده طبعا يخص كل الرياضات، مش كره قدم ولا حاجه بس يعني، لا ده كل الرياضات، وهي مش لعمر معين كمان، ده من اول البراعم لحد المراحل الفريق الاول وكده، كل مراحل الناشئين المتقدمه يعني. وعلى الرغم من عدد وحجم التعداد السكاني في هولندا، لكن هم بيعرفوا يكتشفوا المواهب. طبعا العدد قليل، لكن هم بيعرفوا يكتشفوا المواهب وعندهم قاعده كبيره جدا من المواهب، والدليل البطولات اللي بتاخدها هولندا في الالعاب المختلفه يعني. دي حاجه مهمه جدا لاعضاء النادي الاهلي ان هم يستغلوها، وان السفاره الهولنديه تثق في قيمه النادي الاهلي دي برضو شيء مهم جدا. اتمنى ان اعضاء النادي الاهلي يستفادوا من حاجه زي دي.